هذا هسه يمثل لنا الفيلوسيتي مع نقطة A. كل الأحرف تصير بالسمول لتر بالفيلوسيتي دايجرام. رسمنا نقطة A، طبعا الـ O هي أصلا 0، الـ A رسمناها، بقت عندنا خيار أنه أي نقاط نختار، هل هي الـ E، هل هي الـ F، هل هي الـ B. طبعا الـ F والـ E ما معلوم عندنا لا مقدارهم ولا اتجاههم. نقطة B معلوم الاتجاه مالتها، لأن احنا نعرف إذا نرجع للسؤال نقطة B تتحرك ضمن هذا السلايدر، يعني هي لازم تكون حركتها أفقية، وبالنتيجة الفيلوسيتي مالتها لازم تكون أفقية. هنا معناها احنا نعرف الاتجاه مالت الفيلوسيتي مال نقطة B، فراح نرسم خط أفقي ما نعرف وين ينتهي، احنا نعرف فقط اتجاه الحركة، اما من هذه الجهة او من هذه الجهة ممكن نخمن انه الحركة بهذا الاتجاه وبالنتيجة هنا، بس في بعض الاحيان ما راح يكون عندنا الاتجاه واضح، لذلك الشيء الوحيد اللي نعرفه انه نقطة B تتحرك افقيا، فراح نرسم خط افقي من O رايح من بهالاتجاه وبهالاتجاه، وبعدين يبين عندنا بالضبط يعني وين هي اتجاه سرعة B. لاحظوا وأيضا يكون خط فاتح. هسه المفروض أنه نقطة B تكون واقعة على هذا الخط، بما أنه عندنا نقطة B هي يعني يسموه بين كونكشن، فهذه نقطة B معناها هي نقطة أيضا تنتمي إلى اللينك AB، لذلك راح نسوي relative velocity B relative to A. نريد نقول نسوي relative velocity B relative to A، معناها احنا بالvelocity diagram راح نطلع من نقطة A. احنا ليش راح نسوي relative velocity بين B و A؟ لانه الـ A تعتبر نقطة معلومة السرعة، احنا طلعناها هذه هي نقطة A، فهذا يخلينا انه نسوي relative velocity B relative to A. ومعنى انه B relative to A كفيلوسيتي معناها احنا راح ننطلق من نقطة A، من هذه النقطة راح ننطلق وندور على نقطة B، ولأنه B و A واقعين على نفس اللينك فالريلاتيف فيلوسيتي مالتهم هي لازم تكون عمودية على اللاين اللي واصل بيناتهم، اللاين اللي واصل بيناتهم بالميكانيزم هو الـ AB هذا، فلازم الريلاتيف فيلوسيتي اللي تطلع من A هي لازم تمشي بصورة عمودية على هذا الخط في السبيس دايجرام. لذلك احنا ايش راح نسوي؟ راح نجيب هذا المثلث قائم الزاوية، نخلي هذا الضلع مالته ينطبق على هذا، والضلع الآخر يصير على نقطة A. بهالطريقة راح نرسم الريلاتيف فيلوسيتي B ريلاتيف تو A. للتذكير احنا ندور على نقطة B، فراح نسوي ريلاتيف فيلوسيتي B ريلاتيف تو A، فلازم كريلاتيف فيلوسيتي نطلع من نقطة A بالفيلوسيتي دايجرام ونسير بصورة عمودية على الـ AB بالسبيس دايجرام، فنجيب المثلث بهذه الطريقة. لاحظوا خلينا هاي الحافة تنطبق على هذه الحافة، وهنا راح نرسم الريلاتيف فيلوسيتي. راح نمد الخط من A من نقطة A المعلومة ونرسم الخط إلى أن يتقاطع مع الخط الأفقي الفاتح اللي إحنا راسميه اللي يمثل لي حركة نقطة B نسبة إلى الـ O، فلازم إحنا اتفقنا أنه لازم تكون نقطة B وقع على هذا الخط الأفقي لأنه السرعة مالتها هي معلومة الاتجاه وهي أفقية، فالريلاتيف فيلوسيتي من A إلى B نقطة التقاطع مالتهم راح تنطيني الفيلوسيتي مال نقطة B. لاحظوا هذه هي راح تكون نقطة B وهذه B relative to A، ونمد الخط من O إلى B فراح تكون هي هذه الابسوليوت فيلوسيتي مال نقطة B. هسه بعد ما حصلنا نقطة B بقت عندنا فقط نقطتين مجهولات، نقطة E ونقطة F. طبعا نقطة F هي اصلا ما منطي اي شيء عنها لا البعد ولا اي شيء، بس قايل انه هي تكون المينيموم فيلوسيتي. نقطة E
منطي البعد مالتها عن اي وقايل هي وقع على نفس اللينك على امتداد الكونكتنج رود. بالنسبه الى نقطه اي لانه واقع على نفس اللاين او على نفس اللينك اللي هو بي اي وبالنتيجه اي, فراح نستخدم القاعده او الرول اللي اشتقيناها سابقا انه اذا كانت نقطه معينه واقعه بين نقطتين او واقع ايضا على امتداد نقطتين, فالفيلوسيتي مالتها ايضا راح تكون على امتداد الفيلوسيتي اللي موجود بالفيلوسيتي دايجرام. يعني نقطه اي هي واقع على امتداد البي اي وثم اي لنفس اللينك طبعا لازم, فلازم ايضا تكون هنا عندنا بالفيلوسيتي دايجرام بي اي وثم اي كامتداد, يعني كاتجاه راح نمشي على هذا الامتداد. هسه شقد نمشي مسافه؟ نمشي هاي المسافه على امتداد البي اي هنا, المسافه اللي نمشيها منها لازم تكون حسب النسبه اللي نسويها بالسبيس دايجرام, او هي نفس النسبه اللي خلينا نقول موجوده بالسبيس دايجرام. فاللي راح نسويه راح نقول اي اي الى اي بي تساوي اي اي هنا الى اي بي بالفيلوسيتي دايجرام. فلاحظوا اي اي, طبعا لاحظوا احنا نكتب هنا بالكابيتال لتر, معناها احنا نشتغل سبيس دايجرام الى اي بي تساوي اي اي هذه المجهوله اللي هي بالفيلوسيتي دايجرام, يعني هاي المسافه اللي هنا على اي بي اللي هي معلومه. طبعا الاي اي هي 450, الاي بي هي 1600 تساوي الاي اي, هذه هنا هي المجهول اللي احنا نريده, والاي بي لازم شو نسوي؟ نجي الى الفيلوسيتي دايجرام ونقيس. طبعا قد واحد يسال يقول هل هذه المسافه اللي راح نقيسها نضربها بالسكيل لو ماكو داعي؟ طبعا بما انه احنا نشتغل شغله نسب فماكو داعي نضربها بالسكيل, لان المسافه هاي اللي الاي اي اللي راح نطلعها راح تطلع متناسبه مع هذه المسافه اللي قسناها, فماكو داعي نضرب بالسكيل. يمتى نحتاج نضرب بالسكيل؟ من نحتاج نطلع القيم الحقيقيه. وبالنسبه لذول البعدين الاي اي والاي بي ممكن نستخدمهم الابعاد الاصليه او نستخدم الابعاد اللي موجوده بالسكيل, لانه هم مقسومين واحد على الاخر, وبالنتيجه مقدار السكيل يختصر من الطرفين. فلذلك راح بعد هاي عمليه الحسابات راح يكون عندي الاي اي تساوي 6.75 مليمتر. فنجي هنا نقيس على امتداد البي اي, نضيف خط هو يمثل اي اي مقداره 6.75 مليمتر. وهذه تمثل لي نقطة E وأيضا نكتبها بالسمول لتر. والسرعة الأبسليوت لنقطة E هي لازم تطلع من O, لذلك هذا يمثل لي VE. لاحظوا VE هذه, وهذه تمثل لي VA, وهذا يمثل لي VB. هسا حتى نلقي مقدار ال VB راح نجي نقيس هذه المسافة من هنا لهنا بالمسطرة ونشوف ايش قد هي, نضربها بالسكيل تطلع عندنا السرعة الحقيقية لنقطة بي. لاحظوا نقيس المسافة هنا طلعت لنا تقريبا 48 ملم, نضربها بالسكيل اللي هو 200 راح تطلع عندنا 9600 ملم بير سكند. هذه تمثل لي سرعة السلايدر او سرعة بي. سرعة اي ايضا مطلوبة, ففي اي ايضا راح نجي نقيس هاي المسافة ونضربها بالسكيل.
تساوي لنا 10,000 مليمتر بير سكند. طبعا هنا يعني راح تكون تقريبيه، لانه احنا الحل مالتنا هو تقريبي. هسه بقت عندنا النقطه الاخيره اللي هي نقطه اف. نقطه اف ما منطيني البوزيشن مالتها على هذا اللاين، لو منطيني البوزيشن مالتها لكان راسا استخدمت مثل ما طلعت نقطه اي اطلعها هنا حسب الموقع واسوي نسبه واطلع الفيلوسيتي مالتها هنا. لكن هو ايش قايل؟ قايل مينيمم فيلوسيتي، يعني هذه فد تريك صغيره. احنا اذا نلاحظ نقطة F بما أنها هي واقعة بين الـ AB فلازم تكون واقعة أيضا بين الـ AB هنا بالـ Velocity Diagram هنا أنا واقعة زين. ونعرف أنه الـ Absolute Velocity مالتها هي المسافة بين الـ O وبين هذا بين نقطة واقعة هنا، فأي خط يكون هو الأقصر بين الـ O وبين خط متقاطع مع هذا، طبعا هو الأقصر راح يكون لما تكون هذه الزاوية هنا 90. لذلك يعني تخيلوا او اف هنا راح يكون اكبر، هنا راح يكون اكبر في نقطة ما لما تكون الزاوية هنا 90 راح يكون هو الاو اف اقرب ما يكون او اقل فيلوسيتي مثل ما هو قايل هاز مينيمم فيلوسيتي. لذلك راح نجيب المثلث القائم الزاوية ونخليه هنا في مكان ما بحيث يمر بنقطة او، فراح يتحدد لي نقطة اف. لاحظوا نرسم الخط العمودي، لازم هاي قائم الزاوية هنا حتى نرسم، يعني هذه فد خلينا نقول شوية يحتاج لها نباهة. إذا هذه نقطة F وهو هذا أقصر خط ممكن يوصل بين الـ O ونقطة واقعة بين الـ A بين الـ A والـ B. هسه حصلنا نقطة F على الـ Velocity Diagram اللي هي واقعة بين الـ A والـ B، نريد نحصل المسافة مالتها الحقيقية خلينا نقول عن A أو عن B حتى نحدد موقعها بالضبط على هذا اللينك. فراح أيضا نستخدم نفس خلينا نقول العلاقة القديمة اللي استخدمناها هنا، نستخدمها أو نستخدم هذه الرول نفسها حتى نحدد موقع F على الـ Space Diagram. فراح نقول AF على AB بالـ Velocity Diagram لازم يساوي AF على AB بالSpace Diagram. لاحظوا AF على AB بالSpace Diagram هنا بالCapital Letter هو يساوي لازم AF على AB بالVelocity Diagram. ذول اثنيناتهم معلومات بعد صاروا عندنا، الـ AF نقيسه الـ AB نقيسه والـ AB أيضا بالSpace Diagram هو موجود عندنا، المجهول الوحيد هو الـ AF. لذلك راح يصير عندنا إذا الـ AF راح يساوي الـ AB احنا نعرفه هو 1600. الـ AF نحتاج نقيسه هالمرة مثل ما اتفقنا انه احنا اذا نستخدم نسب ماكو داعي نضرب بالسكيل، لان احنا راح نقسم الـ AF على الـ AB، فحتى لو استخدمنا السكيل او ما استخدمنا السكيل هو راح يختصر. شوفوا هنا أنا نقيس هاي المسافة AB، طبعا انا هنا قستها هالمرة 23، قبل شوية قسناها 24. طبعا تعرفون المليمتر هو مو من السهولة ان يميز، هي بالحقيقة المسافة تقريبا 23.5، فيعني شوية يعني الحل راح يكون تقريبي نوعا ما، وهو دائما الجرافيكال سوليوشن هو الحل التقريبي. اذا طلعت لنا AF بالسبيس دايجرام هي 695.65، فنجي من الـ A نقيس 695. طبعا احنا هسه هنا بهذا الرسم مالتنا هو هذا تو سكيل، فهالمره هاي اذا نريد نخليها على الرسم لازم نقسمها مره ثانيه على ال 20، لان 695 تطلع اصلا خارج الرسم، احنا لازم نقسمها على السكيل حتى الرسم عندنا. وبعد ما نقسمها على السكيل راح نجي نحددها على السبيس دايجرام اللي طلعت هذه نقطة F الحقيقية خلينا نقول هنا أنا.
طبعا باقينا المطلب الاخير اللي هو الانجلر فيلوسيتي مال اللينك اي بي. الانجلر فيلوسيتي مال اي لينك هي تساوي الريليتيف فيلوسيتي اي ريليتيف تو بي او بي ريليتيف تو اي اللي هي نفس المقدار طبعا، مقسومه على يعني هذه راح نقيس الاي البي ريليتيف تو اي او الاي ريليتيف تو بي، المهم هي هذه المسافه اللي قسناها اكثر من مره هي 23 مقسومة على الطول الحقيقي لللينك اللي هو الـ AB اللي هو 1600. تساوي 23 على الـ AB اللي هو 1600 اللي احنا سابقا نعرف البعد الحقيقي، طبعا ضروري البعد الحقيقي لانه احنا نريد نطلع الانجلر فيلوسيتي الحقيقي. طبعا ايضا احنا ما ننسى انه لازم الفيلوسيتي الحقيقيه اللي هي 23 من هنا نجيبها ال 23 نضربها بال اللي استخدمناه للفيلوسيتي دايجرام اللي هو ال 200 مقسوم على ال 1600 وتساوي لنا 2.87 راديان بير سكند. هذه الاوميجا مالت الاي بي، ولاحظوا هي تختلف عن الانجلر فيلوسيتي مالت. اذا اراد من عندنا مقدار الفيلوسيتي مال بوينت اف، مجرد ان نقيس هذه المسافه بالمسطره ونضربها في السكيل اللي هو 200 يطلع لنا الابسولوت فيلوسيتي، لانه احنا مسبقا حددنا الموقع مالته، هو اللي رايده من عندنا الموقع والفيلوسيتي. اكرر الفيلوسيتي، نقيس هاي المسافه من نقطه او ونضربها في 200 تطلع لنا الابسولوت فيلوسيتي مال نقطه اف. وبهذا نكون قد أتمينا هذا السؤال الخاص بالفيلوسيتي دايجرام.